يعني نحن هلا صرنا سنه طالعين من الغوطه وجينا لمدينه ادلب، قعدنا باريافه ورجعنا انتقلنا لهون، نحن بالمدينه انه ان شاء الله الوضع احسن. جينا يعني وضع البيوت اجاراته غاليه كثير، عم ندبح دبح شغلات الاغاثات، يعني ما حدا عم يطلع علينا. الاقليه وضع يعني اهل الغوطه حصرا مأساوي كثير. ما في اهل الغوطه يعني خرجوا من حصار لحصار، بعد فترة يعني هاي المنظمات ما عاد قدمت شيء، والمعيشة هون غالية. يعني الأخ المهجر هون مضطر إنه يستأجر أجار كبيت، مضطر إنه يستأجر أجار، الدواء غالي يعني، والعلاج صارت مصاريفه وتكاليفه هائلة. يعني الحمد لله أنا دارس ومعي شهادة جامعة، هون ما عم نلاقي يعني فرصة عمل، ولا يعني ما في فرصة عمل، يعني عم نروح نحاول نشتغل بالباطون بالعتالة بسوق الهال ما عم نلاقي. وضع مزري جدا للغاية، في أجار بيوت غالية، في محروقات غالية، في نسبة بطالة كبيرة، بطالة جدا. يعني معي هندسة ميكانيك أنا، بتمنى أشتغل ما بالهندسة ولا بشهادتي، بتمنى أشتغل يعني أي شغل شيء مردود للمعيشة بس مو أكثر. يحسوا بالأطفال، يحسوا بالنساء اللي عم تتشرد، يحسوا بالعالم اللي ما حسنانة تاكل. يعني ما شو بدي أقول لك، والله ما نعرف شو بدي أقول لك، منسيين، بس بقول لك منسيين. الشباب كله قاعده، يعني 1% عم يشتغل والباقي كله قاعد. يعني كنا عايشين 7 سنوات بالحصار، كنا متوقعين يعني شيء متواجد من كل شيء، من ناحيه الطبيه، من ناحيه التعليم، من ناحيه المواصلات، الاطرق، البيوت، هيك كنا متوقعين. بس للاسف الشديد جينا يعني لهون ما لقينا من هالشيء اللي كنا متوقعينه نحن.